أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نسأل الله الصحة والعافية لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله أن يرده إلى منبره ومحرابه سالما غانما إن شاء الله. يشد عدد من المؤمنين الرحال إلى بيت الله الحرام تلبية لدعوة إبراهيم ودعوة الله سبحانه وتعالى في حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رحل البعض ويرحل البعض الآخر في الأيام القليلة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الموفقية والسلامة وقبول العمل. الموضوع الأول التمييز القبلي والطائفي في البحرين، والموضوع الثاني دلالات مسيرة 27 سبتمبر الجمعة الماضية. إذا حب بعض الإخوة أن يرجعوا سيكون كلامي كلام عام سياسي، إذا أرادوا أن يرجعوا إلى بعض الأرقام المتعلقة بالتمييز يمكن الرجوع إليها في مؤتمر عقد بالأمس عقده الأخ عبد الجليل خليل في جمعية الوفاق، وهو منشور الآن على مواقعها. كما أن هناك إحصائيات قديمة بمعنى متجددة على مدى العشر سنوات الماضية قام بها المركز حقوق الإنسان، وقامت بها الجمعيات الحقوقية والجمعيات السياسية، وأيضا منشورة أرقامها وموثقة إلى حد الأسماء بحيث لا تحتمل الخطأ. سياسة التمييز سياسة أسس عليها الواقع السياسي في البحرين قبل الاستقلال، ومضى عليه هذا الواقع بعد الاستقلال وتسمية الدولة، ولم تستطع الدولة أن تقتلع هذا الأساس التمييزي في تكوين الواقع السياسي، يعني مسمى دولة البحرين التي حصلت على استقلالها واعتراف الأمم المتحدة واعتراف الجامعة العربية وقبول عضويتها، لم تغير هذه المسمى من الواقع الذي كان مكرس قبل الاستقلال، فأتت عناوين الدولة وأتى معها واستقر معها عناوين التمييز، فهي دولة ولكن رئيس وزرائها ليس من الشعب، يجب أن يكون من الأسرة الحاكمة والمالكة. هي دولة ولكن وزير داخليتها يجب أن يكون ليس من أبناء الشعب، وزير خارجيتها ليس من أبناء الشعب. دولة بس مركبة على تسمياتها، مركبة على أساس القبيلة ومركبة على أساس واقع التمييز. عندما أقول أسس النظام السياسي على التمييز، في قبال شنو؟ في قبال اللاتمييز. اللاتمييز يقوم على قاعدة المساواة بين المواطنين. إذا أحد بيقول لا أنت كلامك شيخ غلط وأنت تبالغ، معناه يدعي، يجب أن يدعي أن في البحرين ليس هناك فرق بين أبناء أسرة وأبناء أسرة، لازم يدعي هاي، وليس هناك فرق بين أبناء طائفة وأبناء طائفة أخرى. هذا معناه أن الدولة أو الوجود السياسي تأسس على أساس التمييز. فإذا يريد أحد ينفي هذه المقولة لازم يقول لا، الدولة والوجود السياسي لم يتأسس على هذا. إذا تأسس على ماذا؟ تأسس على أساس المساواة. فالمفترض يقدر يقول لي انظر
في سنة الجاد سنة 1800 1950 1000 وكذا، رئيس الوزراء من الأسرة الفلانية، وزير الدفاع من الأسرة الفلتانية، وزير الإعلام من الطائفة الفلانية. هذا كله واقع الحال يكذب بشكل فاضح، واقع الحال يكذب أمس واليوم، واليوم مع شديد الأسف في سنة 2013 يتكرس مو يتراجع، يتكرس مو يتراجع. أقول لأحد الكبار، أقول له الآن في عهد ما يسمى بالمشروع الإصلاحي تزيدون التمييز، ترجعون وراء قهقري. فإذا أراد أحد أن يتكلم بأن لا هذا مو التقسيم الصحيح يا شيخ، يجب أن يأتي، ولكن واقع الحال سيكذب، والتمييز قائم على أساس القبيلة، وقائم على أساس الطائفة، وقائم على أساس العرق. زادت مساحة تكريس التمييز في بداية الألفية، في بداية هذه الألفية وبعد مسمى المشروع الإصلاحي، وبدأ العمل بخلية البندر في بداية الألفية، تم انكشافها في سنة 2005، اشتغلت قبل 2005، 2005 تم كشفها، تم فضحها عن طريق صلاح، وكانت معروفة بعض معالمها ومشاهدة وملموسة، ولكن تم فضح أوراقها ونشر ملفين كبيرين يتضمنان كثير من التفاصيل عن طريق صلاح البندر في سنة 2005، ولكن هي بدأت العمل قبل ذلك، واستهدفت بشكل واضح إضعاف المعارضة والطائفة الشيعية. أي هدف مال عمل قائم تحت أعين كبار المسؤولين، الجميع يعرف به، يعلم به. يستمر هذا المخطط ويزداد سعاره مع انطلاق ثورة 14 فبراير حتى يطال عملية التمييز والإقصاء والتهميش والإلغاء كل مناحي الحياة بتجذر أكثر. مشروع الإقصاء في كل مناحي الحياة، حتى أتكلم عن مشروع التمييز والإقصاء، مشروع الإقصاء والتمييز ليس في جانب واحد، مو تقول هذا احنا راح نميز ضد الشيعة في الجانب العسكري فاحنا ما ندخلهم الجيش ولا ندخلهم الشرطة ولا المخابرات ولا الحرس الوطني ولا وزارة الخارجية ولا وزارات الداخلية الوظائف المدنية، مو بس تقول الجانب الأمني والعسكري، لا، مشروع التمييز لا يستثني حقل من حقول الحياة العامة إلا ويزج أنف فيها، ما في حقل متروك إلى حركة طبيعية، ما في حقل متروك إلى حركة طبيعية. في البعد الأمني هذا كو مكشوف وواضح وعلنا وكان ولا زال وما شابه ذلك، والأرقام تقرب من الصفر في وجود الطائفة الشيعية في هذه المحاور ذات الطابع الأمني أو الطابع العلاقات الخارجية، تكاد تقترب من الصفر. في الجانب السياسي تمييز على أساس الدوائر، تمييز في الإلغاء، تمييز في تشكيل الحكومة. في الجانب القضائي أيضا نقرب من الصفر، أيضا نقرب من الصفر. يعني شو وجود 13 واحد من 200 وشوي قاضي لا يحلون ولا يربطون؟ فمشروع التمييز مشروع في التعليم،
في الحصول، في فرص الحصول على مدارس، روضات، مدارس خاصة، جامعات خاصة، في الحصول على بعثات، منح للطلبة، للموظفين، في موضوع الخدمات، مناطق تهمل. ليش تهمل؟ قال هاي منها فلان، فلان في هالديرة لا تسوون خدمات. زين شارع؟ لا حتى شارع لا تسوون. حينما جاء المشروع الإصلاحي بعظمته وجلالته قدر راح رصف الإدراز، بس قالوا زين ما فيها بعض الخدمات اللي تحت، قال الحين بس رصفوها أنتم، ما يصير هالشيء. أنا أتكلم عن كبار المسؤولين، هاي كلامهم حتى يعالجون هذا الإهمال. ليش؟ لأن هالإدراز كان فيها شيخ عيسى قاسم وفيها جمعية التوعية وهذا لين معارضين، وبس الإدراز، الإدراز أجيبها مثالي، كل القرى الواقعة على هذا الشارع كلها مجموعة يعني طرقها وجارية وكذا، خدمات اللي المفروض تتوفر إليها، مدارس. والملك لما راح سترة قال هاي الكلام، قال سترة وش قدها ومدينة وما فيها مدرسة ثانوية، سوى مدرسة ثانوية بعد هالكلام. وكل الديرة جسمه، وليلات لما راح المقشاع وقالوا له ترى كل الديرة مقشاع، مو بس مقشاع، جيت الحين جاء من هنيفة وكلها مقشاع، كلها سويتونها مقشاع حرايا. فالخدمات، تعليم، الخدمات، السياسة، الأمن، موضوع الديني والحقل الديني، حقل الديني يمنون علينا بأن عندكم عطلة في عاشوراء، عندنا عطلة في عاشوراء، احنا مو مواطنين، مو 70% أو 60% على الأقل، زين ليش ما تأذنون أداننا؟ وإيش في أداننا؟ إذا أنتم تعترفون فينا وإحنا مواطنين، وإيش في أداننا؟ ناقص. ليش كل التعبيرات الرسمية عن المذهب السني مو عن المذهب الشيعي؟ ليش؟ ليش ما في يوم من الأيام وزير الشؤون الإسلامية الشيعي؟ ليش؟ ليش؟ كل تاريخنا ليش؟ لماذا مناهجنا التعليمية مو ما تحترمنا؟ ليش تدمنا؟ ليش تسبنا؟ ليش تسمينا عباد قبور؟ وليش تسمينا كذا؟ ليش تعلم أولادنا صلاة والوضوء على طريقة السنة؟ وليش ليش ما تعترفون يا أخي؟ هاي ما يحتاج المفروض أحد يتكلم فيه ولا أحد يجادل فيه ولا أحد يسمع. أعود للفكرة الرئيسية من هذه النقطة، مشروع التمييز والإقصاء والتهميش ليس مشروعا سياسيا فقط، ليس مشروعا أمنيا فقط، لا، مشروع يستوعب كل من، ومن زمان. الحين فقط الفضح صار عالي والأمور تتكشف أكثر بجهودكم وبتحديثكم وتوثيقكم وكلامكم، كلام الضحايا. هذا الذي جعل العالم يقف على حجم هذه السياسة الممنهجة والتمييزية في البحرين. مما دعا رئيس أكبر دولة في أهم خطاب أن يتحدث عن هذه المشكلة أو يشير إلى هذه المشكلة في البحرين أو هذا الواقع في البحرين. يحاول النظام أن يفلت بعض التشويش، ما ناجح لكن ما لازم يسكت بعد. في قبال الثورة، ثورة طالب بالديمقراطية، الشعب مصدر السلطات، زين احنا مصدر السلطات، نريد انتخب سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، مسألة واضحة وبسيطة وحق مقر فيه في العالم كله، فما يصير استسلم لك، انت عميل للخارج، انت ترتكب العنف، انت طائفي، فيردد فيها ويستمر فيها. هاي الفكرة، ما يسكت. الحين ايجا موضوع التمييز، فلازم بعد يفلت اوراق اللي يقدر، فراح جاب مجموعة دفع لها فلوس واحد شو اسمه، وحاول يسوي دراسة وقال هذه الوزارات نسبة الموظفين الشيعة فيها 50% أو أكثر أو أقل، وكأنه جاب فتح ويريد شو اسمه ويروج في هذا الكلام، يفلت هذا الموضوع الآن في محاولة الرد على
إشارة السيد أوباما أو في محاولة كذا يحاول يقول تعالوا شوفوها. نصف موظفين الوزارات هم من الشيعة، ويرتكب مجموعة من اللف والدوران مكشوف. أول شيء يعزل الوزارات الأمنية، يعني هل حسب اللي يجيبها شايل منها وزارة شايل الدفاع وشايل الداخلية وشايل يعني الحرس الوطني والاستخبار، كل هذا لين شايلينهم. ولا يوم من الأيام لما كنا في المجلس كانوا طالبين زيادة إلى هاي القطاع، فقلنا زين كم عدد هاي الناس اللي في القطاع حتى نعرف كم الزيادة بتكلف الميزانية؟ فقالوا ما نعطيكم، ما عندنا إحصاء رسمي نقدر نقدمه لكم، لكن حسبوا 55,000. و 55,000 أكثر من 40,000، 39,000 اللي هم موظفين الدولة كلهم. دلاك الآخرين مال الأسكان والصحة والتعليم والقصة كلها، دلاك 39,000، 40,000، ودلاك 55. ديك الأيام، ديك الأيام كانوا 55، سنة 2007. الحين في بعض القطاعات تضاعفت 4-5 مرات. زين دلين جيبوا إحصائياتهم، دلين إحصائياتهم تفشل 0-1-2-3-4، أكثر شيء تقدر تدعي 5% شيعة، ما في. فيجيب إحصائيات الوزارات الصحة، التعليم، البلدية، الكهرباء والشي اسمه، يقول شوف يا أحبائي، يا من يسمع هذا الكلام أو يحاول أن يروج هذا الكلام، ترى جنوب أفريقيا التي أدانها العالم بنظام عنصري كان فيها أيضا في الوزارات عدد السود أكبر من البيض. البيض أقلية، لا، فلازم السكان الأغلبية يصيرون أكبر في الخدمات، يسوون خدمات مو أكثر، يشتغلون في الأشغال في البلدية في المواصلات في التعليم في الصحة، يسوون خدمات، تحتاج إلى خدمات. ما في أحد يسوي الخدمات. أنا أقول لك على المكشوف، ما في أحد في وزارة الصحة في سنة 1970، ما في لا إداريين ولا ممرضين ولا الآن ما في. إلى الآن لما اشتغل التمييز في مستشفى الملك حمد وقالوا الشيعة ما نبيهم، لازم يجيب من برا. إذا الشيعة ما تبقى ممرضينهم وما تبقى كذا، بتجيب من وين؟ تروح تجيب من الهند وباكستان وكذا، دول عربية وأجنبية. خلص في سنة 70 أكثر وأكثر الموضوع، منو يشتغل في الإشغال؟ منو يروح يشتغل مدرس؟ ما ميش. الآن ما في. الآن تروحون تجيبون مدرسين من مصر ومن الأردن ومن تونس ومن كذا حتى ما توظفون الشيعة. فمن وين الآن؟ فمن وين؟ ليش مسوينها قصة بأن الشيعة أغلبهم في وزارة التربية والتعليم؟ ما فيش أحد غيرهم. هي المسألة بسيطة، ما في أحد غيرهم. أحبتنا راحة ولا العسكر، والعسكر ما يقدرون يغطونه أيضا، العسكر ما يقدرون يغطونه، فيجيبون أجانب من برا للعسكر. فبقية الوزارات ما فيها أحد، مو أحد يتقدم من الطائفة الكريمة إلى التعليم وقالوا لي ما نشغلك مدرس، ما في أحد يتقدم. إلا يبقى يصير مدرس، صار مدرس وانتهى من زمان، وترقى إلى مدرس أول، وترقى إلى مدير مساعد، وترقى إلى مدير في 10 سنوات، يدرس أو يصير مدير على موظفين عمرهم 30 سنة يدرسون. خلص. فعندما يقول والله الأغلبية شيء، مو هذا لأن أغلبية البلد 70-60% هم. شوف بعد ما يصيرون في التعليم، شوف ما يصيرون في مجاري يسوون، منو بعد يصير؟ منو اللي كان في جنوب أفريقيا؟ الشرطة طبعا، موش اسمه هناك في جنوب أفريقيا، منو غالبية الشرطة؟ والمدير مالهم أبيض وغالبيتهم سود، احنا حتى هذا ما عندنا. بينما المفترض أن يكون نسبة المواطنين بحسب تشكيلتهم السكانية في كل الوزارات بما فيها الوزارات الأمنية تشكل النسبة الطبيعية إلى تقسيم السكان. تعال الحين إلى هالوزارات اللي يقولون أنها شوفوا الشيعة مشكلون هالقد في المئة، تروح لوزارة التربية
واحدة من أكبر الوزارات. جسدها من الفراش إلى بواب المدرسة إلى مدرس إلى الشسمة تاريخيا شيعة، عمرها ما صار عليها وزير شيعي. وعدد الناس اللي كانوا بحكم الفراغ وبحكم الكذا في منصب إداري في وزارة التربية والتعليم، روح الحين احسبهم. وهذا المفروض إذا كانت هذه وزارة غالبية شيعة ومدرسين شيعة وعمرهم 30 و50 سنة يدرسون في المدارس، والمفروض المدراء منهم، من تجي إلى مدراء مساعدين والمدراء مدراء مدارس، لا يحل ولا يربط مدير مدرسة ومدير مدرسة. أذكر الله طول عمره أبو غسان قال إنزين هذي خبطفونهم في الشرطة، الشرطة ما تسوي انقلابات، جيش يسوي انقلاب إذا خايفين من انقلاب، شرطة ما يتسوي انقلابات، هذا شرطة تضرب على رأسه تقول له روح البيت خلص شغله، شرطي ولا يحرك دبابة ولا عنده جسمه ولا. فوظف الناس في الشرطة وحلك مسألة البطالة، حلك مسألة الكذا، خلي الناس. فأي مدير مدرسة لا يحل ولا يربط. لا شوف، مدرسين لون، مدير المدرسة لون. تروح وزارة التربية والتعليم، تروح وزارة التربية، للمفروض 90% من وزيرها ووكلائها ومدراءها المفروض يكونون شيعة، لأنهم اللي دخلوا في عملية التعليم وترقوا في المهام التعليمية وشغلوا هذه المناصب وعرفوها وراحوا شو اسمه. لا، إذا جاء منهم دكتور في تخصص ما موجود من عنده سحبوه من هذا المكان وحطوه في مدرسة يدرس زراعة ولا يدرس شو اسمه. يا أخي هذه دكتورة رجل أو امرأة، دكتورة دكتوراه في تخصص الكفاءات الاستثنائية، هاي وين توديها في مدرسة؟ هاي منصبها وكيل وزارة لأن هي أعلى منك، أنت ما عندك شهادتها. فالمناصب تشوفها كلها لون واحد. هناك طبعا صار بعد هوشة بين تيارين إسلاميين سنيين، معروفة القصة. هاي بعد اللي يمنون عليك بالوزارة، وروح لوزارة الصحة نفس الموضوع، روح لوزارة البهديات صارت نفس الموضوع، روح لوزارة الكهرباء صارت نفس الموضوع. إذا ما قدرنا نشيلهم من كل الوزارات، على الأقل المناصب العليا والمناصب الكذا ناخذها نكوش عليهم، نخليهم يشتغلون موظفين. مضافة أيضا خلية البندر أن فكرة زيادة وتيرة التجنيس لإحكام عملية التمييز والتغيير الديمغرافي واستبدال السكان بسكان آخرين، هذا المخطط انكشف للعالم أجمع وليس للبحرينيين فقط، ومو من الآن والإحصائيات مو من عندنا، الإحصائيات عندهم أكثر من عندنا صراحة. خلني أقول يعني يلا شوية أبحبش في أو أتبحبح في المعلومات. كنا مع بعض السفارات في بداية الثورة وكانوا يقولون التمييز والتمييز لازم يصير له علاج ويصير كذا، نقول إيه صار لازم يصير له علاج بس الموضوع الأصلي خلنا نخلص الموضوع السياسي. قالوا لازم زين يمشون مع بعض، ما يمشون مع بعض، الموضوع السياسي هو الأهم، ولا ولد التمييز. ماذا الوضع السياسي، الميزانيات الكذي، توزيع الصلاحيات بهالشكل هو يولد، قاعد يولد لنا الكارثة من التمييز. فهم عندهم الإحصائيات أزيد من عندي، وهم حاطين بالهم على الموضوع أزيد من عندي. كلام مو من عندي، هاي كلام من السفارات الكبرى. ما يصير البلد كذي بهذه الطريقة، هم يعرفون أن هذا يسبب مشاكل. هو من ولا طلع خلية البندر؟ طلعتها الوفاق، صلاح البندر عضو في الوفاق، والله صلاح البندر عنده جنسية ثانية وعضو في مكان ثاني، من ولا يعرف عن هالسوالف؟ من ولا
احد السفراء قال لي زين هم اعطونا احصائيه، قالوا كذي كذي كذي، انا ما عندي الاحصائيه، هو عنده الاحصائيه، مع الضغط هو عنده الاحصائيه. هذا الموضوع مكشوف حتى وصل ان الرئيس الامريكي في خطاب الامم المتحده يشير الى هذا الموضوع. هذه السياسه عادت، ليش ما في استقرار في البلد؟ بسبب السياسة وأمثالها، بسبب التمييز، بسبب التجنيس، بسبب الإقصاء، بسبب الحرمان، بسبب هذا أحد أسباب الرئيسية إلى ما يحدث من عدم الاستقرار الدائم في البحرين، هو هذه السياسات، وعلى رأسها سياسة التمييز، وأهم محاور المشاكل في هالبلد سياسة التمييز، فهي عادت بالضرر على من يقوم بها، وستستمر تعود بالضرر على من يقوم بها. احنا نتأدى، نتأدى كمواطنين، ولكن هؤلاء المواطنون ايضا لديهم الإصرار في مواجهة هذه السياسات، ما اقول التأقلم بمعنى القبول معها، ولكن محاولة حفروا في الصخر. مو الان شوفهم متعلمين، انت تقول لي انا علمتهم، اغلب الناس تعلمت من أكياس أبناء أسرها، أغلب الناس تعلمت لأنها مصرة على التعليم، وإحنا فتحنا مدارس الخاصة مو من الحين، فتحنا المدارس المباركة العلوية والمباركة الشسمة، فتحناها من الخمسينات وقبل الخمسينات، مدارس خاصة فتحت بجهد أهلي، سيقاوم الناس هاي السياسة، قول أنا بجهلهم بيقاومون التجهيل، تقول أنا بجوعهم بيحاولون يجدون ما يمكن من رزق الله في هالبلد وبرا هذه البلد من أجل أن يستمرون ويقاومون، وسيوجدون البدائل ما داموا يصرون على الحياة والمقاومة، سيجدون البدائل، والله سبحانه وتعالى سيفتح لهم الأبواب، الله ما يترك، الله ما يترك المظلوم من أجل أن يستبد به اليأس ويستبد، لا ما يتركه، سنة الله ما تقبل، بس بشرط، بشرط أن المظلوم ما يسكت ويركن ويستكين، إذا ركن واستكين يقول لك أنا تركتك وياه، إيه أدى، هي هذه أدى، الدنيا امتحان، بس أنت قاوم ببذل اللي عندك أنا بفتح لك الأبواب، الله يفتح لك الأبواب. ومن ينقطع رزقه هني، من ينقطع بعثته هني، من ينقطع تجارته ان يفتح له رب ابواب في مكانات اخرى، بس بشرط هو يقاوم، يواصل، يعمل، يشتغل، يبذل ما فيه وسعه، الله ينزل عليه بعد ذلك. وهذا معنى النصر، مو النصر فقط معركه عسكريه، مو النصر معركه عسكريه، واحد فنشور راح قاعد ينام وانتهى الموضوع، اذا بتنام انتهى الموضوع، اذا بتروح تشتغل في القطاع الخاص وبتحاول تشوف وبتحاول تسوي لك تجاره داخل البحرين او خارج البحرين وكذا، الله يفتح عليك، الله ما يترك. هذه القاعده الكليه، تحدث امتحانات تطول بالفرد، تطول بالمجموعه، ولكن ملحمه 27 سبتمبر مسيرة الجمعة الماضية كانت بكل معنى الكلمة، مسيرة الجمعة الماضية ملحمة شعبية، حتى تعرفون قرب هذه اللفظة وصدقيتها وعدم المبالغة فيها. يا أحبائي، في كل الثورات العربية واليوم الثورات العربية خصوصا في مصر وفي بلدان أخرى فيها أعداد هائلة متضخمة، قياس النسبة والتناسب بين عدد السكان وبين من موجودين في المسيرات والاعتصامات، مسيرة الجمعة الماضية هي أكبر تجمع في أي بلد من بلدان العالم، ما في، إحنا 600,000، أقل من 600,000، إذا نزل عدد يفوق ربع مليون في بلد في 600,000، وهي بالإحصاء، أي ما عاد في إحصاء، احنا وزعنا أوراق أحصينا الناس الموجودين
ونتيجة إلى أنهم أكبر من حجم اللي توقعناه، ما استطعنا نغطيهم كلهم، بس اللي غطيناهم فاقوا الربع مليون في بلد ما فيه أحد. فكيف تتكلم عن يعني حتى يكون بالنسبة والتناسب، كم لازم ينزل في مصر من 80 مليون حتى يساوي مسيرة الجمعة الماضية؟ لازم ينزلون 30 مليون، 35 مليون، شو هالكلام؟ وهكذا سائر البلدان، اليمن فيها 26، فيها شيء من هالقبيل. فحتى يكون ساحة 60 أو شارع 60 يواسي اللي سويتونا، لازم ينزل فيها القد مليون. ما في، ما حد نزل في الشوارع بحجم السكان مثل ما نزلوا أهل البحرين. أقول هذا الكلام للحكومة، أقول هذا الكلام لأنفسنا، أقول هذا الكلام للمجتمع الدولي، أقول لكل ظالم يريد أن يقول ثورة مو ثورة، شو الثورة بعد؟ شو الثورة إذا أكبر عدد بالنسبة والتناسب في الأرض نازلين في الأرض يطالبون بالديمقراطية وتسقط الحكومة؟ صحيح إحنا ما نريد نغير النظام بالكامل، ولكن هذه الثورة تريد أن تأتي بنظام ديمقراطي، فعندها مطالب جذرية والناس معها غالبية هائلة من الناس. ما في أحد، لا اللي سقطوا حسني مبارك ولا اللي سقطوا مرسي بعدد بالنسبة، ولا اللي سقطوا زين العابدين. هذه ملحمة شعبية قدمت نموذج راقي في العمل السياسي السلمي المعبر عن إرادة الشعب، عن إرادة الأمة. أكدت أيضا هذه المسيرة حالة الصمود والإصرار على إكمال شوط الثورة بعد 30 شهر من القمع المتواصل، من القمع المتواصل. مسألة واضحة، إذا القمع بفيد في الشهر الأول الثاني الثالث السنة الأولى، خلاص من يتجاوز السنة الأولى والناس تصمد، معناه أن قابلية الاستمرار للسنة الثانية والثالثة وما لا نهاية تولدت. عندك شوفوا الأخبار، متابعون الأخبار، عندكم 24 ساعة الأولى مهمة، ثم الأسبوع الأول، ثم الشهر الأول، ثم تأتي موضوع السنة. إذا شفتون حدث تجاوز 24 ساعة افتحوا عيونكم عليه، عند تحدي الأسبوع. وإحنا الحين 3 سنوات المسيرة هذه تقول أن الزخم هذا الحدث لا يتراجع، ما في أبدا أي تراجع، ما في أي تراجع. وهم يعرفون أن في كسب أيضا في الساحة الأخرى، في أحبتنا من أتباع المذهب السني يعرفون، يقولون لنا ووصلون رسائل، نعرف أن نتون على حق، ونعرف أن مطالبكم محقة، ونعرف أنكم وطنيين. وهذه المساحة تزداد. عشان كذي الاستفتاء، مو بس لأن الشيعة أغلبية في البلد الاستفتاء صعب ولازم في توافق عليه، لأن السنة أيضا هواهم مع الاستفتاء اللي يخلق إليهم نظام يخليهم أكثر يعني مشاركة في إدارة شؤون بلدهم، لأن الكل يريد حد الأدنى، الكل يريد دخل أزيد، والحكومة ما وراها دخل أزيد لأن خروج مالها واجد، فالميزانية تروح في الخروج، فما تقدر تحط ميزان زيادة 15% في الرواتب. أي حكومة ثانية تقدر تحطها، بس تضرب إيدين ثلاثة تقدر تحط 15%، ما سوت إنجاز. حكومة تقدر تزيد الرواتب من غير أي إنجاز، بس تسكر كم مال الفساد، بس المناقصات تضبطها بحيث أن نسبة الفساد فيها تقل، تقدر تزيد رواتب، تقدر تسوي خدمات إسكان أضعاف هذه بسهولة، بسهولة تسوي خدمات إسكان وتسكن الناس بدل ما قاعدين 20 سنة. فالناس على الأقل تريد هذا، إذا ما أرادت تنتخب رئيس وزراء مباشر وتقول كذا، تريد خدمات. ما في طريق إلى الخدمات بغير أي الطريق، بغير الإصلاح الحقيقي. شكلت هذا التواجد الجماهيري صفعة شعبية وسياسية راقية
لمن يراهن على خيار العنف والبطش، وأثبتت فشل السياسات أو الخيارات الأمنية في ردع الشعب عن المضي في إكمال هذه الثورة وصولا إلى تغيير جذري يحقق مطالب هؤلاء الناس في احترام ذاتهم وكيانهم كشعب يفرز السلطات. لقد قرأ العالم الرسالة وسمعها بوضوح، كل السفارات كانت منبهرة بحجم المسيرة وبسلمية المسيرة وبتحضر المسيرة كلهم، ولا ينتظرون بيان مالي ولا ينتظرون بيان أبو 12,000 مال الداخلية ما ينتظرون، ما عندهم إحصائيتهم قبل لا نطلع إحصائية، وقبل إحنا ما طلعنا إحصائية، الآن أنا تكلمت عن بعض الأرقام. الصورة ما تحتاج ولا تكذب ولا تم ولا شيء. لقد قرأ العالم الرسالة وسمعها بوضوح أن هنا في البحرين شعب عظيم مسالم، لكنه في نفس الوقت عنيد ومصر على الحصول على حقوقه وكرامته في وطنه، وأنه لن يتراجع قبل الوصول والحصول على هذه الحقوق. تركت هذه المسيرة وستترك هي وأمثالها تأثير مباشر على مواقف وسياسات دول عديدة في موضوع الثورة في البحرين. ألف ألف شكر لكم أنتم أيها الأحبة يا من شكلتم هذه الملحمة البشرية الشعبية الراقية. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار وعافي جرحانا، فرج اللهم عن سجنائنا ورهائننا ومعتقلينا، واعد اللهم كل مهاجر إلى وطنه سالما غانما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والهدى والمحبة. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.